في قائمة أفضل المدارس والجامعات، وعلى الرغم من أن نسبة الالتحاق بالمدارس فيه تبلغ 70%، إلا أن فجوة في التعليم تأخذ في الاتساع بين المناطق اللبنانية. ففي البقاع الأوسط توجد مناطق محرومة من المدارس كليا، مما يزيد من احتمال التسرب المدرسي في تلك المنطقة. نسلط الضوء في موضوعنا الرئيسي اليوم على ظاهرة التسرب المدرسي في بعض المناطق اللبنانية، تداعياتها وسبل معالجتها. وفي شباك الفنون سيكون لنا لقاء مع عازف العود الفنان جوزيف توادروس، الذي يتميز بمزجه موسيقى الجاز بأوتار العود. ستكون لنا في شباك الثقافة وقفة عند مسألة الآثار السورية المدمرة أو المهربة. فقراتنا الأخرى متنوعة، بين أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ووقفة عند اختراع جهاز جديد لتذكير المرضى بموعد أخذ الدواء. مواضيع أخرى في انتظاركم، فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من الجزائر، حيث نظم صحفيون وتقنيون يعملون في قناة التلفزيون الرسمية وقفة احتجاجية أمام مبنى التلفزيون العمومي للصحفيين في الجزائر، رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. وتبدو الحماسة واضحة على معالم المتظاهرين من أعمار مختلفة بعد أن ضاق بهم الحال في بلد يعيش تحت حكم الصورة. يذكر أن مظاهرات الجزائر السلمية لفتت أنظار العالم من حيث التنظيم والمشاركة الطلابية ونزول كافة الشرائح، وقد وحدهم المطلب والحلم. وفيديو اليوم يأتينا من أمريكا، حيث صرح الرئيس الأمريكي بعيد عودته إلى البيت الأبيض أن أمريكا هي أفضل مكان على الأرض. وجاء التصريح ردا على الصحفيين الذين انتظروا منه تعليقا بعد عودته من فلوريدا، وعقب نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي لم يجد أي دلائل بشأن دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016. That America is the greatest place on earth. The greatest place on earth. Thank you very much. وفي مثل هذا اليوم من عام 1974 سجل المخترع الفرنسي رونالد مورينو براءة اختراع في اكتشافه الشريحة الذكية، إلا أن اكتشافه لم يثر حماسة شركات الاتصالات والمصارف في ذلك الحين بسبب تكلفته الباهظة. أصر مورينو على الترويج لاكتشافه، وبعد 8 سنوات قدم هذه الشريحة ضمن باقة بلاستيكية لشركة الاتصالات الفرنسية، حيث استخدمت في الهواتف العمومية. حققت الشريحة بعدها انتشارا واسعا، ودخلت عالم المصارف والمال في فرنسا وخارجها. التسرب المدرسي في البقاع الأوسط ظاهرة خطرة جدا، حيث يلجأ 80% من الأطفال إلى العمل أو البطالة المبكرة لعدم وجود أي مدرسة في قرية الفاعور مثلا، ووجود المدارس الرسمية المتوسطة فقط في جوارها. طبعا وعدت المنطقة بتشييد مدرسة منذ عشرات السنين، وبقي الوعد في جوارير الإهمال كالعادة. وزارة التربية وعدت التلفزيون العربي بالرد على هذه الكارثة التربوية، لكنها لم تجب على الاتصالات المتلاحقة. تقرير حسين خريس من محافظة البقاع شرقي لبنان. المدارس الرسمية اللي ما فيها تتابع دراسات، يعني مثلا ممكن يكون في قرية فيها مدرسة ابتدائية لكن ما فيها متوسطة ولا فيها ثانوي،
فالأهل عندهم يعني ما عندهم قدرة أنه يطلعوا بعد ما يخلصوا السادس لنفترض على مطرح تاني لحتى يسجلوا ابنهم بالمتوسط أو بالثانوي. اشتغل هون لانه ما عندنا مدرسه. احنا بدنا مدرسه تكون هون قريبه علينا ببلدتنا. علمت كي جي 1 كي جي 2 كي جي 3 وجريت 1 تركت. ليش؟ انه بقيت المدرسه بعيده عنا. انا عندي 3 بنات وصبي، علمتهم شوي ورجعت تركتهم المدرسة لأنه أول شيء غالي الفان، النقل غالي. البديل هو أنا بعلم أولادي بالبيت، يعني مثلا بجيب البنت بعلمها، بجيب لها كتاب من الكتب القديمة اللي معه بصير بدرسهم، يعني بس أنه مش رح نوصل للمطلوب. وشي فتت سنتين على المدرسة الروضة والتاني طلعوني. شو بحس كلهم بيقروا وبيكتبوا غير أنا بيع اسمي ما بعرف أكتبه. يعني اليوم عصرنا بدي يكون الواحد متعلم ليقدر يقلط بحاله. نحن للمستقبل، نحن صار بيناتنا وبين المستقبل بالنسبة لهاي العالم، الأولاد اللي عم نحكي عنا أولاد التسعة مستقبلهم صار بينهم وبين المستقبل، في مستقبل صار. احنا اليوم موجودين بقاع الأوسط، يعني قضاء زحلة، زحلة عروسة البقاع. مدرسة ما في عنا اليوم، اللي عم يتعلموا يمكن 5% من ضيعتنا اللي هي تعد 25,000 نسمة. ما ينوجد عنا مدرسة لا خاصة ولا رسمية أبدا. من 15 سنة ما عاد عنا أجيال متعلمة لهيدا اليوم. على هذه الأرض كتب وعد تشييد المدرسة ل20,000 مواطن، ومعه بنيت مئات الأحلام لمحو الأمية. بعد مرور السنوات لا الوعد أنجز ولا الأحلام تحققت، أما حجر الأساس فبقي حجر ابتزاز لمواسم الانتخابات. حسين خريس، التلفزيون العربي، البقاع، شرق لبنان. وأرحب برفعت محمد النمر مختار بلدة الدلهمية وشهابية الفاعور معنا من بيروت. مساء الخير أستاذ رفعت. إذا كما شاهدنا في التقرير القصير، يعني عادة أسباب التسرب المدرسي تعود إلى الأهل من جهة، إلى الأطفال من جهة، إلى المجتمع، إلى الدولة، لكن يبدو في هذا التقرير الذي شاهدنا الأطفال عم بيشكوا. في طفل قال ما بعرف أكتب اسم، في أب قال بين أولاده والمستقبل مستقبل آخر. على من تقع المسؤولية بشكل أساسي في منطقة البقاع؟ نعم سيدتي، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة موضوع التسرب المدرسي فيه له عدة أسباب، وأهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. أنا الحقيقة شفت التقرير وعن منطقتي، منطقة شهابية الفاور اللي أنا مختار الحقيقة. للأسف الشديد هذا الواقع احنا بنعيشه، ورغم أنه عايشين ببلد لبنان دولتنا والوطننا اللي بنحترمه كتير وبنضحي من أجله، وهذا نص الدستور اللبناني بالفقرة ب وبالمادة 10 من الدستور اللبناني على أولوية التعليم. وطبعا صدر مرسوم تشريعي برقم 134 أكد على إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته،
كمان صدر قانون بمجلس النواب رقمه 686 كمان أكد على إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي بالمراحل الابتدائية اللي هي هلا اسم المرحلة التعليم الأساسي. الحقيقة كل هذه المراسيم أو هذه التشريعات بقت نظريات وما صار في مرسوم تطبيقي لها. يعني أنا بدي أحكي عن شهابية الفاعور الحقيقة. فضل. هي ضايعة بعدد سكانها، عدد سكانها تقريبا بيزيد عن 20,000 نسمة. فيها بحدود 1,000-1,250 طالب، ونحن سعينا من فترة طويلة أو من عشرات السنين قدرنا أخذنا أرض من وزارة الزراعة لصالح وزارة التربية بالبلد على أساس أنه يصير في وضع حجر أساس المدرسة ويبدأ المشروع وكذا، وصار في منحة بتصور بالتسعينات من الهيئة العليا للإغاثة السعودية من هيئة الإغاثة السعودية بمبلغ معين لبناء مدرسة بالفاور، بعدين تحول مبلغ على محل تاني احنا ما بنعرف شو الأسباب. هذا للأسف الشديد يعني كنا عم نحكي عن تسرب، هلا عم نحكي عن أمية. نحن عم نعيش بدنا نشوف جيل جديد من الأمية. هذا الجيل لوين ممكن يروح؟ حضرتك شو ممكن يصير فيه؟ حضرتك كيف بده يتفاعل مع مجتمعه ومع محيطه؟ هذا في مصيبة يعني. نعم، حضرتك كمختار للمنطقة، هل من وسيلة للتواصل مع الجهات المعنية، مع الجهات المسؤولة عن هذا التقصير، خاصة وأنه عم بتقول الأرض موجودة والتمويل جاء وذهب إلى أغراض أخرى أو أماكن أخرى ايضا كالعاده، فما في اي يعني ما بتمون انت، ما عندك صلاحيه لاجراء هذه الاتصالات؟ يعني احنا كل جهودنا عم بتكون جهود مطلبيه الحقيقه، ما عندنا امكانيات ولكن جهودنا مطلبيه. احنا نعم رجعنا دوله رئيس مجلس الوزراء، انا شخصيا رجعته وطلبت منه اكثر من مره انه يصار الى رصد مبلغ معين من المنح. أنا بعرف أنه في دول عم بتقدم منح وفي صناديق عربية وغير عربية قدمت منح للتعليم، فأنا طلبت دولة الرئيس أنه يكون في بناء مدرسة رسمية بالفاعور ليستوعب هذا العدد من الطلاب، ومش بس ليكون لمرحلة ابتدائية، مطلوب يكون لمرحلة ابتدائية والمتوسطة والثانوية. لكن دولة الرئيس وعد على أساس أنه يتبع هذا الملف أكثر من مرة، وما بعرف شو هي الظروف اللي خلته أنه ما يقدر يحقق لنا هذا المطلب. نعم، بالإضافة متى أنا رجعت معالي سفير السعودي. نعم، الحقيقة هذا الحكي أكثر من مرة، من تقريبا من 6-7 سنوات نحن تابعنا بشكل جدي ومستمر دائم مع دولة الرئيس، ورجعنا بعض السفراء يعني حتى سفير المملكة السعودية رجعناه وعد، وأنا رجعت كمان معالي سفير دولة الإمارات اللي كمان وعد انه حيبني لنا مدرسه بالبلد. ولحد هلا رفعت يعني الاطفال اللي كانوا في عمر الست سنوات اليوم كان المفترض يكونوا بال 12 سنه، وبالتالي وصلوا في التعليم الى مرحله متقدمه نسبيا. ظاهره التسرب في البقاع تحديدا مرتبطه بالمرحله الابتدائيه ام المتوسطه ام الثانويه؟ يعني نعم، يعني الحقيقة ظاهرة التسرب المدرسي هي بتختلف شوي عن الأمية، لكن أنا في لها عدة أسباب، لها أسباب تربوية ولها أسباب اجتماعية واقتصادية، وهي بتركز أكثر شيء على المرحلة الابتدائية خاصة بالمناطق اللي ما فيها مدارس رسمية. يعني في ناس مجتمع فقير بمصادر تمويله هي اليد العاملة لا أكثر ولا أقل، اللي عم بيصير أنه الأهالي ما قادرين يعلموا أولادهم بالمدارس المجاورة، فبالتالي عم بيكون احنا في تسرب مدرسي بأعداد هائلة جدا، وعم يتجهوا لسوق العمل. يعني عم يتجهوا لسوق العمل. نعم. كمان في خطورة استاذ... حتى على حياة هؤلاء الأطفال. نعم. لأنه لا جسدهم بيتحمل ولا أفكار بتتحمل. نعم أستاذ رفعت، بما أنه يعني هي الكارثة الكبرى، بما أنه التسرب في المرحلة الابتدائية هذا بيعني أنه لن يصل الطفل إلى المتوسطة أو الثانوية، يعني فهي مشكلة حقيقية. لكن نعم. طب ما في مدارس موجودة في الفاعور، وزارة التربية أخلفت بوعودها، وعموما ربما لا تنتظرون شيئا من الجهات المعنية، هل في مسؤولية أيضا على الأهل بعدم تأمين المواصلات اللازمة لأبنائهم للالتحاق بالمدارس المجاورة برأيك؟ يعني سيدتي الفاضلة، هناك مسؤولية على الكل، المسؤولية مشتركة، ولكن في تفاوت بالنسب. أنا بمنطقة هي تبعد عنا مناطق اللي فيها مدارس مناطق مجاورة، تبعد تقريبا عشرات الكيلومترات، يعني في منها مسافات. المجتمع فقير، أغلب الأهالي ما بيقدروا يأمنوا حتى أجار النقل. حقيقة هذا الموضوع ما بيقدروا يأمنوا. أنا بعرف الناس عن قرب، في فقر
حالة الفقر هي كمان سبب أساسي أنه حتى هذا الشخص ما قادر يعلم أولاده أو يأمنه النقل لمدارس تانية. كمان ما تنسي أنه حتى صار فيه طالب منافس بالمدارس الرسمية اللي هو الطالب السوري. يعني ما بعرف شو اللي عم بيصير. نحن من هون من شاشتكم عبر شاشتكم متوجه بالمناشدة لدولة رئيس مجلس الوزراء، لمعالي وزير التربية، لفخامة الرئيس، لكل من يعني الأمر، حتى للمجتمع المدني من جمعيات وهيئات دولية وهيئات مانحة، أنه يتجهوا على هذه المنطقة ويبنوا فيها مؤسسة تربوية، مدرسة أو مركز ثقافي متكامل، لأنه فعلا الأعداد هائلة جدا اللي هي خارج المدارس. وهذا أنا يعني تعتبر مناشدة إنسانية، بالأول بتكون إنسانية، والناس ما بتشوف لوين إحنا بدنا نوصل. أنا خايف من آفة الأمية إحنا جايين على آفة. استاذ رفعت، هل يعني فعلا، لان احنا ايضا عم نقرا مقالات وتحقيقات صحفيه تقول بانه ايضا اموال طائله استلمت للطلاب السوريين ولم يسمح لهم بالدخول الى المدارس الرسميه الحكوميه، فهل فعلا الطالب السوري اخذ مكان الطالب اللبناني برايك؟ أنا معلوماتي نعم ببعض المناطق إيه، لأنه تركز النزوح السوري بمناطق عكار والبقاع بشكل خاص، يعني أكبر أعداد موجودة من النزوح السوري هي بمناطقنا، وبالتالي لا يعني متى ما صار في بناء مدارس جديدة لألهم خاصة لتستوعبهم، وهن كانوا اتجاههم بالمباشر على المدارس اللي موجودة حاليا. وفي بعض المدارس عملت دوامان، دوام صباحي ودوام مسائي. هلا اللي من الطلاب اللبنانيين اللي ما قدر يسجل بكير بالمدرسة كان سبقه الطالب السوري وسجل بالمدرسة، وبالتالي ما عاش له مقعد دراسي، وهذا بيخالف سياسة أنه كل طالب له مقعد دراسي بالمدارس الرسمية بلبنان. يعني من أصل 1300 وما بعرف قد ايه تقريبا 92 مدرسة بلبنان، في مناطق فيها مدارس رسمية بغير البقاع وعكار ما فيها طلاب. أنا بعرف هذا الشيء، بعرف حقيقة في عدد قليل جدا من الطلاب، يعني مدارس حتى تشغل بعض الأساتذة اللي نحن بنحترمهم ونقدرهم على كل المجهود اللي بيعملوه، ولكن في مناطق ما فيها مدرسة من أصله. نحن عم نشوف المدارس المناطق اللي ما فيها مدرسة من أصله، هذا مطلوب يتوجه عليه الأنظار من كل الجهات المانحة، من الهيئات الرسمية، من الدولة اللبنانية، من الحكومة اللبنانية، إن تتجه وتشوف أي حل بأسرع وقت ممكن. ما بيسوى يضلوا هودي الطلاب بدون مدارس، لأنه هودي متجهين على الجهل وعلى التخلف وعلى ممكن يكون ينجرفوا لأي محل. رفعت محمد النمر، مختار بلدة الدلهمية وشهبية الفاعور، كنت معنا من بيروت. طبعا للرد على كلام طبعا المختار رفعت محمد النمر، اكيد سيكون لنا حلقه بوقت قريب عن فقط موضوع الطلاب السوريين في المدارس اللبنانيه، لنعرف حقيقه اذا ما كانوا عم بياخذوا فعلا محلات الطالب اللبناني. نذهب الان الى الزميله رانيا الدريدي لتطلعنا على اسباب التسرب المدرسي في بعض المناطق اللبنانيه. التعليم في لبنان يحظى بأهمية قصوى في النظم والقوانين المحلية منذ عقود من خلال التشديد على ثلاثية الإلزامية والتعميم والمجانية، وكان الهدف هو القضاء على الأمية ومحو أثارها وظواهرها السلبية على المجتمع. لكن الباحث في تفاصيل الواقع اللبناني اليوم يجد ما يناقض ذلك من خلال ترك أبناء عائلات فقيرة ولاجئين لصفوف الدراسة لأسباب قاهرة وبنسب عالية، ما يطرح نقاط استفهام كبيرة حول أسباب بهذه الظاهرة وآثارها الخطيرة على مستقبل هذه الأجيال. وقبل البدء في الحديث عن التسرب المدرسي وأعداده، نلقي نظرة على الملتحقين بالتعليم، حيث كشفت إحصائيات نشرها المركز التربوي للبحوث والإنماء أن 1,076,000 تلميذ هو عدد الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي. وأظهرت هذه الأرقام أن الزيادة في عدد الملتحقين بالتعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي لم تتعدى 14% مقارنة مع العام الماضي، في مقابل زيادة أعداد التلاميذ السوريين الملتحقين بدوام بعد الظهر. فيما تشير إحصائيات رسمية تعود لعام 2017 إلى أن هناك أكثر من 500,000 طفل يعيشون في لبنان وهم خارج المدرسة، كما أن 59% من الأطفال اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 غير ملتحقين بالمدارس، من بينهم 80% ممن تتراوح أعمارهم بين 15
17. ويتحدث العاملون في مجال التربية والتعليم عن معوقات تمنع العديد من الأطفال من الوصول إلى التعليم، ومنها بعد موقع المدرسة عن موقع البيت بمسافات كبيرة، وأيضا تقصير الأسرة في توفير البيئة المناسبة للأطفال للتركيز في تعليمهم ودراستهم، بالإضافة إلى فقر الأسرة من جهة وحاجتها إلى من يعمل ليخفف تكاليف الحياة، وهذا من شأنه أيضا التسبب بالتسرب المدرسي. ومن الأسباب الأخرى أيضا طرق التدريس الغير مناسبة وحالات التنمر في المدارس. نتائج التسرب هذه لن تظهر نتائجها الكارثية في الحال، بل ستتكشف لاحقا من خلال تخريج أجيال من الأميين، وسيفقد المجتمع الكثير من الأعمال والتخصصات التي لا يمكن تأديتها إلا بوجود الدراسة المتخصصة والمتعمقة، كما ستؤدي لانتشار البطالة والجهل والفساد وزيادة تكلفة التعليم. ومن بيروت ينضم إلينا أيضا عيسى خير الدين، أخصائي تربوي. مساء الخير أستاذ عيسى. إذا كنا تحدثنا قبل هذا التقرير عن عن التسرب المدرسي في منطقة البقاع تحديدا، لأن لبنان ليس من الدول المعروفة بالتسرب المدرسي، بالعكس يعني هناك 70% من الطلاب يلتحقون بالمدارس، فهو ليس بلد يعني لنناقش فيه التسرب بشكل عام. لكن أيضا بحب أسألك إن كان عن البقاع أو عن بعض المناطق الأخرى، هل هناك أيضا علاقة بين التسرب في التعليم وانخفاض قيمة التعليم، بمعنى معدل البطالة الذي لا يشجع الأهالي ربما على الحاق أولادهم بالمدارس، خاصة بعد أن يشاهدوا الجامعيين عاطلين عن العمل؟ اولا مساء الخير لك ولضيوفنا اللي عم يشاهدونا، ونحن بنشكرك وبنشكر التلفزيون العربي اللي اعطانا مساحه لنتكلم عن هذا الموضوع، اللي في الحقيقه هذا الموضوع وخاصه بعد النزوح السوري الى لبنان اصبح هذا الموضوع يتطلب منا بحث جدي، ويتطلب ايضا ان ننظر الى هذه المشكله بعين البصير وعين الحاذق، لأن هذه المسألة بالحقيقة انعكست أيضا على اللبنانيين بالإطار السلبي. لبنان كما تعلمين سيدتي ويعلم المشاهد العربي أن لبنان منذ تأسيسه أسس ليكون هو منارة علمية في الشرق الأوسط، ولكن الحروب المتتالية على هذا البلد ودخوله أيضا في أتون الحرب الأهلية والاعتداءات الإسرائيلية على بناه التحتية وخاصة القطاع التربوي والتعليمي أدى إلى كثير من التضرر لهذا القطاع، ثم بعد ذلك أتى النزوح الفلسطيني إلى لبنان وما تبعه بعد الربيع العربي من خضات كبيرة في العالم العربي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة وهائلة من السوريين إلى لبنان. كل هذه الأعباء التي تقع على عاتق الدولة، والتي تعرفين أن موارد الدولة اللبنانية قليلة لا تستطيع أن تقوم بكل ما يتوجب عليها في هذا القطاع، أدى إلى ما ترينه اليوم من أعداد هائلة. نعم أعذرني على المقاطعة. نعم. موضوع الطلاب السوريين تحديدا، حضرتك أخصائي تربوي، وكما تعرف يعني بقاء مئات أو آلاف الأطفال بدون تعليم هو أمر خطر على المجتمع اللبناني قبل أن يكون خطر على الأطفال السوريين أنفسهم، فأنت كأخصائي تربوي ماذا تقترح بضوء وجود الأطفال السوريين في لبنان؟ هذا ما كنت أريد أن أنوه به، ولو انتظرت علي قليلا لأتيتك بالجواب أيضا، لأن هذه الأعداد الكبيرة أدت إلى أن يكون هنالك مدارس تكفي لهذه الأعداد، وبالتالي نحن نعاين واقعا خطيرا جدا. هنالك معدلات فوق ما رأيناها في الأحصائيات التي قدمتها وأشرت إليها سيدتي، هنالك أعداد كبيرة بالألاف بين الطلاب، وهذا يؤدي إلى وجود بيئة خطيرة جدا ليس فقط على لبنان ولكن على العالم العربي كله. يجب معالجة هذا الموضوع فورا وسريعا، لأن عدم وجود مدارس تكفي لحاجات المناطق الموجود فيها النزوح، والتي يجد فيه موجود فيها أيضا كثير من تحصلوا على الجنسيات اللبنانية مؤخرا، وكان ضيفك وكنا نتابع ضيفك مؤخرا مختار بلدة الفعور، ونعرف أيضا أن بلدة العمرية في سعدنايل بلدة تعاني أيضا ما تعانيه، وفيها نزوح وبرلياس وسائر المناطق التي يلجأ
تلجأ إليها السوريون تعاني من عدم وجود مدارس تكفي للأعداد الهائلة من النازحين السوريين ومن الأطفال الذين يحتاجون إلى مدارس تأويهم، لأن ترك هؤلاء الأطفال بعيدا عن التعليم وبعيدا عن المدارس يؤدي إلى كارثة اجتماعية، يؤدي إلى الرذيلة، يؤدي إلى انتشار الأمية، يؤدي إلى البطالة، يؤدي إلى السرقة والتسول على الطرقات، ويؤدي إلى أستاذ عيسى كل المشاكل الاجتماعية أيضاً عن الموارد والتي لا يحتملها المجتمع العربي. تحدثت أيضا عن الموارد التي لا تكفي. الموارد التي لا تكفي، لكن يقال يقال أيضا ونقرأ الكثير من التحقيقات، وكنت عم بقول أيضا إلى ضيفي طبعا المختار رفعت محمد النمر، أن هناك الكثير من الأموال والمبالغ الكبيرة التي تصل بهدف طبعا دمج الطلاب السوريين في المدارس الرسمية، والتي لا يعرف أحد أين تذهب. هذه هي قمة المشاكل، وهذه هي عين الحقيقة وكبدها. ونحن في المدرسة عندما نجلس كأساتذة ومدراء ونناقش هذه المسألة نقول أين تذهب هذه الأموال التي تأتي لمساعدة برامج تعليم الأطفال، أين تذهب؟ هذا سؤال بالحقيقة يتطلب أن يجيبنا عليه كل المسؤولين عن هذه البرامج وعن هذه الجهات التي تمول. أين هي الأمم المتحدة؟ أين هي المتابعة الحثيثة لهذا الموضوع ومعرفة كل قرش أين يذهب؟ لا يعقل أن تصرف مثل هذه الأموال، ونحن نسمع بأموال هائلة وطائلة تصرف على هذا القطاع، ولكننا لا نرى نتائج حقيقية على أرض الواقع. لا يعقل أن تكون هنالك مدرسة في منطقة مثلا مبنية من شادر لا يقي بردا ولا يقي حرا، وأن تكون هذه المدرسة تأوي مثلا 500 طالب، ثم بعد فترة نسأل أين هذه المدرسة، يقال أن الرياح قد أخذتها. وهذا يفسر لنا موضوع أن الأموال أيضا الرياح تذهب بها بما لا تشتهي سفن العالم العربي ولا الأمم المتحدة ولا القيمين ولا القادة العرب. لذلك من هنا نناشد نستطيع الإجابة عن أكبر عدد ممكن من الأسئلة. يعني منطقة البقاع طبعا هناك أعداد سورية كبيرة، خلينا نحكي بس عن التعليم بشكل عام والتسرب المدرسي بشكل عام في لبنان. يعني شاهدنا طبعا قبل فترة قبل أسابيع إحراق جورج زريق نفسه بسبب عجزه عن دفع أقساط المدرسة، مما يعني أن لا تواصل أصلا بين إدارة المدرسة والأساتذة وبين الأهالي، وثمة عداوة ما يعني ليس هناك تعاون. برأيك أين هو وضع المدرسي في لبنان؟ ما هو وضع التسرب المدرسي في لبنان بشكل عام؟ في الحقيقة بالنسبة للتسرب المدرسي يختلف باختلاف المناطق وباختلاف طبقات المجتمع اللبناني وباختلاف أماكن وجود المدارس. لا يوجد في لبنان طبقة متعلمة متخصصة تتوجه إلى التعليم الخاص، لكن هذه الطبقة تدفع فواتير عالية الثمن لا يمكن لأي أسرة متوسطة وما دون المتوسطة أن تجاريها حتى في مسألة النقل. مسألة النقل عند المدارس الخاصة ما يدفعه أصحاب المدارس الخاصة يدفع للمدارس الخاصة في مسألة النقل ربما يعلم 4 أو 5 أو 6 طلاب في مدارس مما نتكلم عنها في مدن المتوسطة والأحياء الفقيرة. الحقيقة سيدتي نحن نخلق عبودية جديدة وطبقية جديدة في التعليم ليس فقط في لبنان ولكن في العالم العربي، وهذه ستعود نتائجها بالكارثة وبالكارثية المطلقة على العالم. نحن من هنا من هذا التلفزيون العربي نناشد العالم يجب أن يتوقف هذا الأمر، يجب أن نوقف الطبقية في التعليم. لبنان لا يمكن له أن يتحمل هذه الأعداد الهائلة، لا يمكن له أن يتحمل شعب لبنان شعبا آخر يوازيه في العدد من الشعب السوري أو ينصفه من الفلسطينيين، ثم نقول للحكومة اللبنانية ونحملها وحدها عبء مسؤولية تعليم كل هذه الأعداد. الحقيقة سيدتي هذه المسؤولية يجب أن تكون على الجميع. من بيروت شكرا جزيلا لك، أعتذر على ضيق الوقت. فاصل قصير ونتوقف عند أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل في الأردن، ولقاء مع عازف العود جوزيف توادروس.
وإلى جولتنا بين مواقع التواصل الاجتماعي وشباك هاشتاج نخصصه اليوم للأردن، فنتعرف على أبرز المواضيع التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل هناك هذا الأسبوع مع مراسلنا ليث الجبور. مساء الخير يا ليث. مساء الخير. تفضل، شو محضرنا اليوم؟ بالفعل ديما، يعني في البداية نبدأ من الهاشتاغ الأول والوسم الأول، غاز العدو احتلال. هذا الوسم الذي بدأ يتفاعل الأردنيون عليه منذ يوم الجمعة الماضي حتى هذه اللحظة، خاصة بعد الحديث أن جلسة لمجلس النواب ستخصص غدا الثلاثاء لمناقشة اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتفاقية التي وقعت قبل 3 سنوات من قبل الحكومة السابقة، والتي كانت على يعني مدى والتي ستكون على مدى 15 عام وبمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار، ستزود فيها يعني او سيزود فيها الاحتلال الاسرائيلي الاردن باكثر من 95% من احتياجاته من الغاز والطاقه. اليوم هناك حديث بان من الاحزاب الشعبيه ومن مجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني ومن يعني الافراد بان هذه الاتفاقيه هي عباره عن انها ورقه ضغط سيستخدمها الاحتلال الاسرائيلي في كل مره خلال السنوات القادمه على الاردن، خاصه بما يخص القضية الفلسطينية وموضوع القدس. اليوم نتحدث عن محاولات من قبل بعض النواب أيضا في البرلمان أن يقوموا بإلغاء هذه الاتفاقية، لكن القرار اليوم بيد الحكومة. سيصل القانون وسيتصل هذه الاتفاقية غدا إلى مجلس النواب الأردني، سيناقش المجلس بنود هذه الاتفاقية التي حتى اليوم لم تعلن أمام الشعب. لذلك الناس تطالب هنا بمجلس النواب غدا أن يقوموا بإعلان بنود هذه الاتفاقية التي توصف بأنها في غاية الخطورة. هناك عدد من الجهات المنظمة ديما قاموا بعدد من الوقفات والاحتجاجية أمام مجلس النواب، يطالبون النواب بأن لا يعدلوا عن قرارهم برفض هذه الاتفاقية. وفعلا إذا كان هناك تصويت يتجاوز ثلثي أعضاء مجلس النواب برد هذه الاتفاقية، فعلى الحكومة حسب الدستور الأردني أن تقوم برد هذه الاتفاقية. هناك آمال يعني يعقدها كثيرون على المجلس النواب أن يقوم برد هذه الاتفاقية، لأن القدس لربما هي القضية الوحيدة التي يعني بقيت اليوم توحد البرلمان أو توحد النواب داخل القبة. هذا الهاشتاغ كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي يعني غردوا عليه. على سبيل المثال نبدأ مع محمد قال: لما تستورد 50% من هاشتاغ للغاز الطبيعي من عدو صهيوني عنده أحلام توسعية لحد فرات العراق، هذا الكيان المغتصب اللي ما بيحترم الاتفاقيات الدولية ممكن بأي لحظة خلال السنوات القادمة يوقف ضخ الغاز الطبيعي كورقة ضغط على الأردن. وهذا ما تتحدث به ما تسمى بالحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، أن الاحتلال ستكون هذه الاتفاقية عبارة عن ضغط على الأردن إذا ما استمرت. أما هدى العتوم تقول: وفاء لدماء شهدائنا نطالب بمحاكمة كل من ورط الأردن باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، في إشارة إلى الحكومة السابقة وتحديدا إلى رئيسها. أما محمد يقول: من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب، غاز العدو احتلال، في إشارة إلى أن هذا الغاز ديما في النهاية هو يأتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فحتى المحتل الإسرائيلي هو يسرق هذا الغاز وهو حق مشروع للفلسطينيين ويقوم الآن يعني ويحاول بيعه للأردن. أما هالة تقول: لم يعبروا، في إشارة إلى الإسرائيليين في معركة الكرامة، لم يعبروا من الكرامة قبل 50 سنة، وهي منطقة في الأردن شمال الأردن تسمى الكرامة. تقول هالة: ليعبروا من الشونة الشمالية بخط غاز؟ تتساءل. أما حساب باسم غاز العدو احتلال يقول: كرامتنا بإسقاط صفقة العار ووفاء لدماء شهدائنا، نطالب بمحاكمة كل من ورط الأردن بهذه الاتفاقية التي تهدد سيادتنا الوطنية وأمن الطاقة، خاصة أن أمن الطاقة اليوم ديما يعتبر هو هم وطني لا. أردني كبير، لأن الأردن يستورد أكثر من 95% من احتياجاته للطاقة من الخارج. صحيح، يعني للمرة الأولى ربما ليث الشارع يتحدى الحكومة بموضوع العلاقة مع إسرائيل.
ننتقل للهاشتاج الثاني وتنفيذ المبادرة التي أطلقها العاهل الأردني. بالفعل، ويعني كانت هذه المبادرة هناك تفاعل كبير عليها حتى الآن، يعني كما قالت مصادر حكومية وتحديدا وزارة الأوقاف التي تشرف على هذا الموضوع بأنه تم جمع أكثر من 2.5 مليون دينار أردني لهذه المبادرة. لكن في المقابل نتحدث عن 23 سيدة فقط ديما موجودات في السجون، سيدة غارمة تحديدا أي تعثرت ماليا. بالمقابل هناك 13 ألف سيدة أردنية اليوم هن مطالبات قضائيا من قبل ما تسمى بالتنفيذ القضائي، يعني في أي وقت إذا تم إيقافها من قبل دورية شرطة أو رجل أمن عام أو رجل سير فسيتم إيداعها إلى السجن فورا، فهي مهددة بالسجن. فيعني هذا أثر على حياتهن جميعا، أثر على عملهن، أثر على كثير من الأمور، خاصة يعني من كانت منهن يعني تقوم هي بموضوع النفقة على المنزل وما إلى ذلك. اليوم نتحدث عن هذه المبادرة التي شاركت بها كثير من المؤسسات والشركات لإخراج السيدات من هذه المطالبات القضائية. لكن كثيرون قالوا لماذا اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هل هناك تغرير من قبل الشركات التي تمنح قروض للمرأة والصناديق التي تمنح قروض للمرأة؟ لماذا لا تكون هناك التزامات ومطالبات أو ربط هذه الصناديق وهذه المؤسسات بالبنك المركزي الأردني حتى لا يكون هناك أي لا يقع الناس والسيدات تحديدا فريسة لهذه يعني البنوك أو هذه المؤسسات عفوا. طبعا هذا الهاشتاج ديما كثيرون غردوا عليه وتفاعلوا عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عبد الله حويطات على سبيل المثال، يقول عبد الله الرزاز في إشارة إلى رئيس الوزراء على قناة رؤية المحلية الأردنية، يقول سنقضي على الطبقة الفقيرة بمنتصف 2019. يقول عبد الله العلم عند الله، بدهم يضربون كيماوي. يعني هذا رأي عبد الله. أبو بديع بيقول من مؤشرات النهوض بالمرأة في الأردن ودعمها للمشاركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هو تسهيل حصولها على قرض بألف دينار تمهيدا لزجها بالسجن الغارمات، وتكريم حليمة بولند وفيفي عبدو ويسرى كأم مثالية للأردنيين. يسأل أبو بديع. أما نور تقول بما أنه موضوع الغارمات صار تحت المجهر، سيدي ليش ما تسكروا صناديق إذلال المرأة؟ وليش الصناديق نفسها ما تشطب الفوائد أسوة بالمؤسسات اللي قاعدة تتبرع؟ أما محمد الزعاتر يقول سؤال، هل صندوق المرأة حقق نجاحا للمرأة الأردنية؟ ساهم بتغيير حالتها جذريا؟ طبعا باستثناء اللي بيجيبوهم على الدعايات بابتسامة عريضة ولغايات تضرب على العاطفة. ممكن أعرف كما يقول محمد شو هو المشروع اللي أساسه بس 500 أو 1000 دينار؟ بتوقع صندوق المرأة وتكرار المطالبة بحقوقها كان سبب في ذلك. هذا بما يخص الهاشتاج الثاني الغارمات ديما. إذن ليث الجبور كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك ونلتقي الأسبوع المقبل. أما الآن وشباك الفنون، قدم المؤلف الموسيقي وعازف العود جوزيف توادروس الأسبوع الماضي أمسية موسيقية في البيت الآسيوي إيجيا هاوس في لندن، عزف خلالها 10 مقطوعات موسيقية من تأليفه على آلة العود. تعكس موسيقى جوزيف تأثره بالمدارس الموسيقية المتنوعة التي تعرف عليها خلال تنقله بين 3 قارات مختلفة. تفاصيل أكثر في اللقاء التالي. هاجروا استراليا وانا كنت عندي 2، بس هم كانوا دايما يحبوا مصر وانا احب مصر طبعا، وتربينا على الحال ده. فانا لقيت الموسيقى يعني شيء اقدر ارجع لبلدي بيها، فاتعلمت كتير عن مصر. واهلي كانوا بيحبوا الافلام القديمه فكنا بنتفرج كتير، فشفت العود في فيلم سيد درويش وتاثرت كتير بيه. ابتديت اكتر واكتر اتمرن، ويعني كنت عندي 10 سنين لما كنت حبيت وابتديت ادخل في مجال العود. أو
لقيت نفسي في الهاي سكول بعزف اكتر واكتر وبدخل في فرق في طبعا في استراليا ما كانش فيه العود في المدارس، فكنت بدخل مع فرق تانية ولقيت نفسي بحب الموضوع واكتر ادخل العود في موسيقى تانية يعني زي جاز وكلاسيكال. بلحن كل الألحان اللي أنا بقدمها، يعني أوقات ما بشتغل مع أوركسترات بقدم فيفالدي أو موتسارت حاجات كده، بس أكتر الموسيقى اللي بقدمها موسيقى خاصة بيا. بس في الموسيقى دي في طب العربي قوي، يعني العود صوت عربي قوي، يعني ملك الآلات العود، بس ألحاني كلها بتاخد من هنا وتاخد من هنا وتاخد من هنا والحاجات اللي بتأثر بيها، وطبعا متربي في أستراليا بلد هجرة، فاتأثرت بموسيقيين كتير من الهند والصين وعازفين جاز وعازفين كلاسيكال، فابتديت أخد من هنا ومن هنا ومن هنا وأحطها في شكل إن بقى صوتي أنا. بحب التراث، يعني بموت في التراث وبحب العازفين وبحب الطرب وبحب العازف اللي يعني يعزف بالطرب، بس برضو بحب أنا أدخل حاجات جديدة، ويعني عشان برضو بعزف يعني جمهور مش عربي كله، يعني أهم حاجة كله يجي وكله ينبسط وكله يلاقي حاجة في الآلة وياخدها، مش بس عشان يسمع لها كان في آلة عود، ينبسط بالإكسبيرينس. مع الأستراليان شامبر أوركسترا من سنتين، يعني يمكن من أكبر الحفلات كانت مع البي بي سي سيمفوني، عملنا حفلة في دبي والملبورن سيمفوني وكتبت عود كونشيرتو، والسنة دي عندي ثلاث حفلات مع سيدني سيمفوني في الأوبرا هاوس بالعود كونشيرتو، فيعني بحب أنا أعزف كتير مع السيمفوني أوركسترا ومع الأوركسترا، يعني حاجة جميلة إني بشوف الموسيقيين يمكن 50 موسيقي أو 70 موسيقي بيعزف في الألحان بتاعتي. هنا في يعني بروجرام ثقافي هنا في ايجا هاوس، وانا هم يعني عزموني اعمل الحفله، وبعدين الاوضه جميله جدا، فالنهارده هتكون انتمت يعني حفله صغيره، بس يعني تقدم الحاني ويعني برضو نقدم شيء جديد على العود ونوري الناس برضو مش العرب اني في امكانيات في العود اكتر من اللي بنسمعه. وأرحب في الاستوديو إذن بجوزيف توادروس عازف العود المصري الأسترالي. مساء الخير جوزيف. رح أحاول أحكي بالعامية بين العامية والفصحى لسهل عليك. هنشوف. الأول حتشوف. لا بتحكي عربي منيح ما شاء الله عنك. يعني أول شيء مضطرة أسأل سؤال كتير كليشي بس لشوي نتعرف على بعض، أنه هاجرتوا على أستراليا بعمر الثلاث سنوات. بالضبط. شو أكتر سؤالك للشاب بيخطر لك؟ ليش اخترت العود؟ قالت العود وليه اخترت الارتباط بالهوية الموسيقية الشرقية؟ هي أهلي كانوا بيحبوا الموسيقى، ويعني أنا متربي في بيت يعني التراث العربي موجود في البيت، يعني إحنا طبعا هاجرنا وبلد جديدة بس برضو مرتبطين بالبلد بتاعتنا مصر، وأنا أسمع عن حكاوي وجدي كان عازف عود كمان، فالعود كان طريقة إني أقرب. طبعا ثلاث سنين ما
ما عشتش في مصر يعني أحس مصر وأعرف. وأكيد ما عندك ذاكرة من هالثلاث سنوات. بالضبط، بس البيت نفسه بالموسيقى والأفلام واللغة، حتى يعني أنا عندي أصحاب كتير ما بيكلموش عربي أو يعرفوا يقرأوا أو يعني يكتبوا عربي، بس أهلي علمونا يعني، حتى إذا شوية شوية بس علمونا، ويعني كنا مرتبطين بمصر والعالم العربي. نعم. طيب جوزيف، بلقاء لك قبل سنتين أو ثلاث سنوات بتقول أنك بتتمنى العودة إلى زمن أم كلثوم لتلحن لها أغانيها، فأنا بدي أسألك أول شيء شو رأيك بألحان أغاني أم كلثوم، وخاصة أنه أنت تسعى لتطوير الموسيقى الشرقية؟ طبعا انا اعتبر ام كلثوم من اجمل يعني المغنيين، وطبعا يعني الملحنين والكلمات برضو، حتى يعني احمد رامي واحمد شوقي وابراهيم ناجي وملحنين زي زكريا احمد ورياض السنباطي والاصابجي، دول كلهم يعني عظماء من ال العصر الجميل يعني. نعم. الزمن الجميل. بالضبط. ف يعني دول انا كنت يعني احب اني اكون عايش في الوقت ده، اني اقدر الحن لام كلثوم، بس انا الاقي الالحان والكلمات يعني حاجه جميله جدا، وحاجه يعني طول ما اعيش وطول ما يعني الاقي اكسبيرينسز هنا، طول ببتدي افهم الاغاني اكتر واكتر. صحيح. جوزيف، بما انه حكينا عن رغبتك بتطوير او شغفك بتطوير الموسيقى الشرقيه، الموسيقى هي جزء من الثقافه والفن وهي المنظومه الكامله بمنطقتنا بالمنطقه العربيه يلي بتخضع للتقديس كثير، يعني ما في كثير جراه على التغيير والتطوير عموما، انه الشرقي مقدس. فانت شو نظرتك لتطوير الموسيقى الشرقيه؟ احنا يعني في افكار كتير، يعني اذا بصينا على عبد الوهاب مثلا، هو كان في تطوير كتير جدا، يعني اذا شفنا اغنيه زي عاشق الروح حاجه، عنده يعني الات الاكورديون والبلالايكا، يعني كان في ناس كتيره بتتطور الموسيقى، بس احنا جينا فتره كده ابتدينا نقدس الموسيقى شويه، وهي مش محتاجه كده، هي محتاجين نحترم التراث ونحب التراث ونعيشه، بس برضو نفهم ان في حاجات جديده بتحصل، ويعني في تطوير، يعني مش نسيق التراث، التراث جميل وموجود، بس برضو نبقى عندنا مفتوحين لحاجات تانية. انا بلاقي ما اوقات بعمل الحان الاقي على مثلا الانترنت الناس بيزعلوا يقولوا ازاي تعمل كده، بس يعني احنا التطوير ينفع اذا يعني احترمنا التراث. هو التطوير، لما بتحكي عن تطوير الموسيقى العربيه تقصد التراث الموسيقي او تقصد تطوير شو، تطوير الات لا انا ما التطوير في الاله نفسها، يعني التراث موجود، المقامات موجوده، الافلات موجوده، التقسيم موجود، يعني في الجمل اللي احنا يعني بنعيشها وبنحبها، بس برضو في حاجات في الاله بنجربها، يعني مثلا انا عملت جربت حاجات على العود، مثلا اشتغلت مع واحد عازف كبير بانجو اسمه بيلا فليك، فابتديت ابص عليه واشوفه بيعزف البانجو ازاي، وحبيت احاول احطها على العود، يعني اذا سمعت شويه صغيرين دي تعتبر من النوع البلو جراس، بس حاولت اجربها على العود وابتديت اتمرن فيها، وعشان اوريك الحاجات يعني الصوت الجديد ده ينفع على العود. طب حدا يصفق معي ولو لا بس يعني دي يعني جربت حاجة في العود، طبعا دي مش هتدخل التراث ولا تطور التراث، بس يعني دي experiments بنجربها، ويعني أوقات بتنفع أوقات ما تنفعش. نعم. وهي تغيير مقامات يعني من
أو بعدين أنا يعني أنا متربي في أستراليا، فأنا الجمهور بتاعي أكترهم مش عرب. ف طب يعني أنت متربي بأستراليا وجمهورك فعلا بالعموم غير عربي ولا ينتمي للمنطقة العربية. قدمت حفلة مؤخرا في لندن وهي ليست الحفلة الأولى طبعا. كيف عم بتشوف الإقبال إقبال الناس على الموسيقى تحديدا يلي بتقدمها؟ وهل برأيك لسه أنت عم بتكون يعني الموسيقى تبعك عم تكون أسيرة النظرة التنميطية للموسيقى الشرقية، أو يعني في شيء استشراقي بالنظر للموسيقى تبعنا وثقافتنا؟ لا احنا يعني العود، اما امسك العود دي العالم العربي، يعني اما امسكها واحطها على حاجة على العالم العربي ما نقدرش ننسى او ننكر ان ده صوت عربي اصيل. ف بينها يعني انا بحب اقدم حاجات جديده طبعا الحان بيا، بس الحاجات الالحان اللي بقدمها خاصه بيا، يعني حاجات انا عشتها. يعني تكون انا الاقي الالبوم بقى الالبوم بتاعي، يعني مثلا كل سنه بطلع البوم بتبقى زي يعني زي دايري الحاجات اللي حصلت لي في السنه مثلا. ف انا الجمهور بيبقى عرب على في يعني ناس من كل في هنود وكله بيجي، بس انا بقدم موسيقى تبع الاحساس وتبع الحاجات اللي انا عشتها. يعني مش ضروري تكون حاجه عربي عربي عربي، ضروري يكون حاجه انا حاسسها. يعني مثلا والدي ووالدتي توفوا فانا كتبت موسيقى عليها، ويعني وفي ناس بيكونوا في ناس بيكونوا موجودين يحسوا الحكايه دي. يعني مش طبعا الألحان خاصة بي خاصة بالإحساس اللي أنا حاسسها، يعني يمكن الإحساس ده يطلع عربي قوي أو أكترها تميل لحاجة تانية. بعد هجرتكم إلى أستراليا هل عشت فترة طويلة بمنطقة عربية؟ لا مش منطقة عربية اللي عشنا فيها. إحنا يعني الأستراليا يعني موجودة يعني طبعا بلد هجرة، ففي لا قصدي بعد أستراليا هل عشت، هلا أنت عشت في لندن صار لك 3 سنوات، قبلها هل عشت سنة أو سنتين أو ثلاثة ببلد عربي؟ لا لا لا, لا. أنا كانت من مصر لأستراليا للندن. بدي أسألك لو هي الموسيقى الشرقية قدي في فرق تنعمل من بلد أوروبي من أنها تنعمل بمحيط عربي؟ أنا لقيت في أستراليا يعني أنا ارتبطت بالتراث قوي، عشان طبعا دي طعم يعني في الاوائل تعليمي في العود كان كله تراث، يعني فريد الأطرش وام كلثوم وعبد الوهاب وصلاح عبد الحي. شو اول شيء قلت؟ فريد الأطرش. فريد الأطرش. سمعتي رشرش؟ مين رشرش؟ لا أنا ده العربي خلاص ابتدى. رشرش الفرقه. رشرش طبعا. لا فريد الأطرش. فيعني العازفين دول تأثرت بيهم قوي وحبيت التراث وتعلمت على التراث، يعني ما كنتش عايز أسافر في حتة وما أقدرش يعني أجاوب على سؤال تبع التراث. يعني تعلمت المقامات وسمعت كتير يعني. ف جوزيف أنا كثير مستمتعة بالحوار بس للأسف في الوقت، إذا فينا نسمع شيء أوكي قبل ما نختم. أوكي حامل ممكن تقسيمة صغيرة. دروس شكرا جزيلا لقدومك الى الاستوديو اذا، وشكرا على الحوار الممتع. الله يخليكي. شكرا. تسلم. فاصل قصير ومن بعده سيكون لنا اضاءه على ابرز المعالم السوريه التي دمرت ونهبت وخربت منذ بدايه الثوره في البلاد.
والآن إلى شباك الثقافة، نفتحه اليوم على الآثار في سوريا. فقد رعت أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري فعالية حول إنقاذ تراث سوريا المادي واللامادي، تراث لن يعرفه الجيل الجديد بسبب الدمار الذي لحق بالبلاد بسبب قصف النظام السوري وقوات التحالف وتنظيم الدولة. نستمع إلى مقتطف لأسماء الأسد من اللقاء التي أجرته مع جريدة الوطن على هامش مشاركتها بفعالية ظلال الخاصة لصون وحفظ عناصر التراث الثقافي السوري المادي واللامادي. من خلق جيل قادم بتراث مشوه أو على المقل بتراث منقوص، ولبلاد مثل سوريا هذا خطير جدا، فعلينا أنه نحافظ على هذا التراث المادي واللامادي مع بعض، وهذا الأمر ما عاد رفاهية مثل ما بيعتقدوا البعض، صار ضروري وخطر داهم على نمونا كشعب وفهمنا الصحيح لماضينا واللي هو أساس فهمنا لحاضرنا ولمستقبلنا. معناته التراث اللامادي، أنا بس هيك لأختصره، التراث اللامادي شكل شخصيتنا عبر القرون، وعدم صونه أو تركه أو احتلاله أو تشويهه هو جريمة بكل معنى الكلمة، جريمة مثل الحرب. وأرحب بعمر العظم، باحث آثار ورئيس فريق عمل حماية التراث الثقافي السوري ضمن مبادرة حماية التراث الثقافي في منظمة The Day After. مساء الخير عمر. أهلين، مرحبا. عمر، يعني شر البلية ما يضحك، أسماء الأسد ترعى مبادرة لإنقاذ التراث السوري، اشتغلت مبكرا على موضوع الحفاظ على التراث والآثار خاصة في الفترة الأولى عندما كان النظام هو من يقصف، يعني ثم طبعا كان هناك دور لداعش وفصائل أخرى، ماذا حققتم خلال تلك الفترة؟ طبعا يعني موضوع الدمار يلي نال من التراث الثقافي في سوريا كارثي جدا، وإمكانياتنا على الأرض وفي الخارج لمنع هذا الشيء طبعا محدودة، ولكن ضمن هذه الإمكانيات أعتقد أن المجتمع السوري وخاصة في داخل سوريا من شباب، من نساء، من آثاريين، من مجتمع مدني، جميعهم عملوا أولا كانوا على وعي ويقين كامل بأهمية هذا التراث، الحفاظ على هذا التراث الثقافي، وعملوا رغم الصعوبات الكبيرة جدا الضخمة على حماية هذا التراث بالإمكانيات المتواضعة اللي كانت موضوعة تحت تصرفهم. وهذا الشيء دليل على أهمية هذا الموضوع، وحتى فيني يعني أقول أنه هذا الموضوع ليس فقط محصور في المعارضين أو في مناطق المعارضة، ولكن في المجتمع السوري في الكامل، يعني هذا من أحد القواسم المشتركة اللي ما زالت تربطنا كسوريين، إن كنا من طرف النظام أو كنا من طرف المعارضة أو إنسان عادي. ولكن علي أن أنوه هنا نقطة هامة، عفوا ديما، مهمة، لماذا أسماء الأسد مهتمة
الآثار، وهذا موضوع يعود إلى فهم النظام الدور الهام الذي ممكن أن يلعب به أو تلعب به التراث الثقافي في سوريا في موضوع البروباغاندا، في موضوع التسويق أو ترويج أو حتى لنقول هل اليوم حتى تذكروا الترويج وال يعني بعد 8 سنوات من التدمير؟ يعني حلب مثال على ذلك. نعم، يعني طبعا هلا بالنسبه لهم هم استخدموا يعني الاثار او لنقول الدمار الذي نال عسكريا للمعالم الاثريه احيانا كان نوع من العقاب، قصف مثل حرق اسواق حلب، هذا كان عقاب لسكان لاهل حلب لتجار حلب لعدم منعهم من خروج الناس بالمظاهرات واندلاع الثوره في حلب. اما في مناطق اخرى فهو قصف عشوائي ونوع من الارهاب او حتى لاغراض ميدانيه، يعني مثلا قصف قلعه الحصن، قصف قلعه المضيق، قصف الكثير من حتى تدمر، اعاده استعاده النظام لتدمر ومن طبعا بدعم من القوات الروسيه والى اخره. الدمار اللي حصل لمتحف تدمر كان اكثر بكثير بسبب هذا القصف اللي بمحاوله استعاده تدمر من قبل النظام من الدمار اللي حققه داعش نفسه في المتحف. صحيح. عمر، الى اي حد تحولت الاثار في سوريا الى وسيله لتمويل الحرب وامراء الحرب؟ هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني نحن نتكلم عن القصف، نتكلم عن الدمار ويعني نعرض صور لذلك، ولكن في الحقيقة المصدر الأهم والأكبر للدمار الذي طال الآثار والتراث السوري والآثار التراث الثقافي السوري هو من التنقيب العشوائي، هو من النهب والسلب والسرقة من قبل جماعات نسميها متطرفة مثل داعش، من جماعات خارجة عن القانون، يعني عبارة عن لصوص وحرامية، وحتى من أفراد تابعين للنظام. يعني كل هذول الأشخاص من كافة شرائح المجتمع شاركوا في نهب ونقول استغلال التراث الثقافي من خلال التنقيب العشوائي في المواقع لبيع هذه القطع، ويتم ذلك الآن بشكل مفضوح على الفيسبوك وعلى الإيباي وبشكل علني، وهناك تجارة كبيرة جدا رائجة من وراء هذا الشيء، وطبعا الثمن عم يدفعه الشعب السوري. نعم عمر، في ضوء يعني القتل والدمار والقصف والتعذيب والدماء يبدو الحديث عن الآثار وكأنه ترف، يعني إلا أنه بالتأكيد هو موضوع يعني هام جدا، كيف يمكن القيام به دون أهمال البشر؟ هذه نقطة حساسة جدا ومهمة، وشكرا أنك أثرتيها ديما. يعني نحن اليوم لما ننظر إلى الكارثة الإنسانية التي عمت في سوريا نتيجة الحرب وغيرها، ملايين يعني أكثر من نصف الشعب السوري مشرد وإلى آخره، ننظر أنه لماذا هذا الاهتمام بالحجر؟ ولكن علينا ألا ننسى أنه التراث الثقافي لا يلعب دور هام جدا في تحديد هوية من نحن. يعني ما هي القواسم الشرعية اللي بتخليني أنا أكون سوري وأنت سورية وشخص من الساحل سوري وشخص من الدير سوري؟ يعني شو الرابط اللي بربطنا؟ هو تاريخنا المشترك يلي ممثل بهذا التراث الثقافي، فإذا دمرناه إذا خسرنا هويتنا، وإذا خسرنا هويتنا فيعني كيف يتم كيف فينا نتعرف على نعم على لكن على مين الاعتماد؟ على مين الاعتماد سيكون؟ يعني النظام بالتأكيد لن يعتمد عليه، وخاصة أصلا النظام شوه معالم مدينة دمشق في السابق من قبل الثورة بتاريخها، فعلى من الاعتماد في هذا الموضوع؟ اليوم اعتقد الاعتماد سيكون وكما هو الحال يعني الى جزء كبير على المجتمعات المحليه، ان كان في ادلب، ان كان في بصره، ان كان في دمشق، ان كان في حلب، اينما كانوا نرى افراد عاديين واثاريين ونشطاء جميعهم يعملون يعني مع سوا للحفاظ على هذا التراث الثقافي رغم
الصعوبات اللي بيواجهوها في الحياة اليومية، رغم يعني لدينا يعني تصوري تحت القصف وتحت القتل وتحت التعذيب وتحت كل هالأمور، وعندك ناس عم بتركز بإدلب ببصرة بالدير حتى تحت داعش، حتى صحيح. بأسوأ أيام داعش كانت تعمل على الحفاظ على التراث الثقافي، لأن تفهم وتقدر قيمة وأهمية هذا الشيء بالنسبة لنا كسوريين. نعم، إذن عمر العظم باحث آثار ورئيس فريق عمل حماية التراث الثقافي السوري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. من الآثار إلى الشباك أخضر، ونذهب الآن إلى الأردن ونطلع على مدرس الفيزياء أحمد العتوم الذي عمل على تطوير سيارة تعمل بالماء بدلا من البنزين. التفاصيل في التقرير التالي. الموضوع أجا يعني كما يقال الحاجة أم الاختراع، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي أعيشها أنا وأعيشها المجتمع كله، بحثت عن بديل لوقود السيارة حتى نخفف من مصروف البيت، فوجدت أن الهيدروجين هو أفضل مادة ممكن تكون بديلة للبنزين أو الديزل، ومن هنا بدأ البحث النظري والبحث العملي، وأجريت تجارب عديدة بهذا الموضوع حتى وصلنا إلى النتيجة. بلشت بالخلية الغاطسة المغلقة إغلاق تام من خلال يعني إطار خارجي شفاف، وكنت أشاهد فقاعة الهيدروجين وهي تخرج، وكانت فرحة كبيرة جدا، لكن الفرحة الأكبر كانت عندما استخرجت الهيدروجين وأوصلته بشعلة وحدث الانفجار الأول، وكانت هاي فرحة كبيرة جدا أنه حصلت على الطاقة وبدأنا بالحصول على الطاقة، وكان يعني موضوع يعني أبهجني كثيرا، وتوصلت أنه لازم نطور موضوع الخلية، وانتقلت بعدها إلى الخلية الجافة النوع الثاني. وجربنا على 12 فولت وال 24 وال 96 فولت، والحقيقة حصلنا بالنهاية على نتيجة 50% توفير. توقف الموضوع يعني موضوع البحث بسبب عدم توفر الدعم المادي والدعم الفني حتى. خلية تبدأ من موزع المياه وهو مستودع للمياه، بيغذي الخلايا من خلال أنبوب. الخلايا الموجودة هي خلايا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين بعملية كيميائية باستعمال التيار الكهربائي كما نشاهد. هذا هاي الأنابيب اللي بتزود بتغذي الخلايا. بعد عملية الفصل يتم إعادة الهيدروجين والأكسجين من خلال أنبوب. هذا الأنبوب يدخل إلى الموزع مرة أخرى ويستخرج بعض من البخار الماء، ثم يرسله إلى فلتر المياه. فلتر الماء هو اللي بنقي الهيدروجين والأكسجين من منتجات الماء. ومن عمان أرحب بأحمد العتوم مخترع إذن السيارة التي تسير على الماء. مساء الخير أستاذ أحمد. يعني عادة السيارات هي من اختصاص ربما الميكانيكيين أو مهندسي الميكانيك حسب ما نحن نعرف، وليس الفيزيائيين، فمبروك على هذا الاختراع. أول سؤال، هل عرضت المشروع على أي جهة معنية بهذا الموضوع؟ اولا مساء الخير لكم وللقناه والقائمين ولك ستي. الحقيقه المشروع يعني هو من تقريبا سنتين مباشر فيه، والحقيقه عرض هذا المشروع بشقه
كتوليد الكهرباء ولوقود بديل للمركبات منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا على جهات مختلفة ومنها الجهة الحكومية. المفاجأة أنه لا يوجد اهتمام جدي حقيقة من الحكومة ولا يوجد جهة قائمة على البحث العلمي تهتم بالموضوع في الأردن. لماذا برأيك من الحكومة ليس يعني هناك اهتمام؟ وهذا يصيب الإنسان طبعا بحالة من الحقيقة لا يوجد اهتمام منذ يعني عقود طويلة بالمخترعين وبالعلماء في الأردن، ولا يوجد لهم أي تقدير ولا أي مكان لهم، حتى لا يوجد موازنة للبحث العلمي في الأردن. يدعون أن هناك 10 ملايين موازنة بحث علمي لدولة، وتفاجأت أنه هذا المركز لا يملك شيء من المال لإجراء البحوث واستكمال التجارب. الحقيقة هاي مفاجأة كبيرة أنه لا يوجد موازنة لدى الدولة الأردنية للبحث العلمي، بينما دولة مجاورة لنا وهي إسرائيل ثلث موازنتها على البحث العلمي. والحقيقة هذا يصيب كل العلماء الموجودين بالأردن والمخترعين بإحباط كبير، ويلجؤون إلى جهات أخرى. والحقيقة في جهات أخرى يعني ممكن أن تهتم في الموضوع، لكن لم يعرض هذا الموضوع على جهات خارجية بسبب جهات أوروبية ربما نريد أن تهتم جهات أوروبية بهذا الاختراع لأنه حريصين على البيئة. صحيح، نعم نعم، هناك جهات أوروبية وبالأخص ألمانية تريد أن تخفف من الأثار البيئية لوقود الديزل أو البنزين أو الوقود الثقيل. نعم، وفي اهتمام كبير جدا حقيقة في شركات ألمانية وفي شركات آسيوية أيضا تهتم بالموضوع هذا بشكل كبير جدا. نعم أستاذ أحمد، تكلفة هذا الموضوع هل هو باهظ الثمن؟ هل يمكن نقله من سيارة إلى سيارة أخرى؟ يعني هل يمكن أن ينقل من سيارة حضرتك مثلا إلى سيارة زميل لك أو شخص آخر؟ وما ما تكلفة هذا الموضوع؟ الحقيقة يعني الموضوع سهل جدا، ويعني إذا أراد شخص أنه يمتلك هذا الجهاز أن ينقله على سيارة أخرى أو سيارة صديق أو أي سيارة بإمكانه ذلك. الموضوع سهل جدا ولا يوجد هناك أي تعقيدات، هو عبارة عن صندوق يحتوي على جميع أجزاء الخلية، ينقل من سيارة إلى سيارة بكل سهولة، لا يوجد صعوبة في ذلك، والموضوع سهل جدا وليس معقد. وهل تفكر يعني باستخدامه كمشروع تجاري مثلا؟ بالنسبة لموضوع والله إذا أتيحت الفرصة يعني احنا بنفكر بالموضوع بشكل تجاري، لكن لا يوجد تمويل حتى الآن لهذا الموضوع حتى نستكمله. واستكماله يعني موضوع وارد جدا، العالم كله يتجه نحو الوقود النظيف، وقود الهيدروجين، والآن في عدة شركات منها كورية ويابانية وشركة ألمانية تريد أن تنتج سيارات باستعمال الفيول سيل وهو وقود هيدروجين يخزن بالسيارة. الآن المشروع يختلف عن هذا المشروع بأن لا يوجد تخزين بالسيارة التي أعمل عليها، بل هو حرق مباشر، وهذا يعتبر يعني درجة الأمان 100%، بينما سيارات الفيول سيل التي ستخرج من شركة بي أم أو هونداي أو شركة تويوتا هي تعتمد على التخزين وإنتاج الكهرباء لمحركات الكهرباء، وهذا طبعا أمين. الموضوع التي أعمل عليه هو نسبة الأمان فيه 100%، لا يوجد فيه أي خطورة، بينما السيارات الأخرى التي تنتجها التي تريد أن تنتجها الشركات الكبرى فيها خطورة عالية جدا. والحقيقة طلعت أنا على بعض التصاميم، التصاميم هي خطيرة جدا ولا يمكن استعمالها في بعض الدول التي تعاني من فقر حيوي بالبنية التحتية. نعم، إذن أستاذ أحمد العتوم مخترع السيارة التي تسير على الماء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان ونرجو أن تكون رسالتك قد وصلت. فاصل قصير ونتابع بعده. جهاز جديد يذكر المريض بموعد أخذ الدواء.
جدران مدينة ساو باولو البرازيلية تتزين بجرافيتي ملونة ومعبرة. فن الجرافيتي أو الرسم على الجدران واحد من الفنون التي شهدت تطورا كبيرا في البرازيل، ولا يكاد شارع هناك يخلو من هذه الرسوم. لكن لأحد أحياء ساو باولو قصة خاصة جعلته وجهة سياحية دائمة. مفادنا إلى ساو باولو يصحبنا إلى هناك لنطلع على قصة هذا الحي. ليست أهم مدينة للمال والأعمال في أمريكا اللاتينية فقط، بل هي واحدة من أكثر المدن تنوعاً ثقافياً في العالم. في ساو باولو أحياء بأكملها تتعانق فيها الألوان مع البيوت والجدران والأشجار، أشهرها حي بوكو دو باتمان في منطقة فيلا مادالينا. أرسم الجرافيتي كما أرسم اللوحات الأخرى على القماش. هذه اللوحة أنا من رسمها، وهذه صور عن لوحتي وتصاميمي. يعجبني الأسلوب الهزلي. الحي لا يحمل من اسمه سوى هذه الرسومات. إحدى الروايات تقول إن أول لوحة جدارية رسمت هنا مطلع ثمانينيات القرن الماضي كانت لشخصية باتمان الرجل الوطواط، لكنها اختفت مع التجديد المستمر للرسومات. الرسومات المتنوعة تجعل من هذا المكان مميزا عن سائر أماكن المدينة. إنه مكان سياحي رائع. موضوعات متنوعة يتطرق لها الفنانون في جداريتهم، ورسائل عديدة تلامس قضايا مهمة إنسانية وسياسية وغيرها، يبعثون بها موقعة بأسمائهم. ليس معرضا مفتوحا للجرافيتي أو مكانا يجمع فنون الرسم المختلفة، بل هو تجربة حقيقية تثبت كيف لا يكون الفن ترفا، وإنما حل لمشاكل اجتماعية صعبة. هذه الأزقة كانت إحدى أخطر أماكن ساو باولو ومأمنا للمجرمين والمدمنين، لكنها اليوم مقصد رئيس لزوار ثالث أكبر مدينة في العالم. لقد شاهدت لوحات جرافيتي في برلين، لكنها هنا جميلة جدا، والمكان هادئ، يمكنك أن تستمتع بهذه اللوحات المميزة، إنه فن جميل. صخب السياح وانتعاش الحي جذب كثيرين من بعد باتوا ينتشرون وسط مقاه عديدة. أقوم ببيع ما أصنعه من الجلود والإكسسوارات هنا في هذا الحي، والكثير من السياح يحبون اقتناءها. تجربة بوكو دو باتمان جعلته نموذجا لأحياء أخرى في المدينة، منها كامبوسي وبيكو دو أبرانديز وغيرهما، والتي انطلق منها جميعا فنانون باتوا اليوم يحلقون في عالم الشهرة. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ساو باولو. والآن إلى شباك الصحة مع دانيا أرشيد، تحدثنا اليوم عن اختراع جديد يذكر المريض بأخذ الدواء. مساء الخير دانيا. مساء النور يا ديما، ومساء النور لجميع المشاهدين، وسلامتك من الرشة. شايفة يعني سائبت مع شباك صحة أني مرضانة. سلامتك إن شاء الله. مثل ما بتعرفي في كتير أمور تتعلق بأخذ الدواء، واللي كتير مرات ممكن تغفل عن المرضى، لذلك تم اختراع جهاز جديد رح نتعرف عليه أكثر في هذا التقرير، وبيساعد المرضى بالعديد من الأمور رح نتعرف عليه أكثر. نتابع. يعتبر الانتظام في أخذ الدواء ضمن مواعيده المحددة من قبل الطبيب واحداً من أكثر التحديات التي قد تواجه المريض، وواحداً من الشروط اللازمة لتحقيق الفعالية العلاجية المرجوة.
ويتخلف كثيرون عن أخذ الدواء في مواعيده المحددة، لذلك تم تطوير بيلو وهو جهاز آلي يخزن الدواء ويعطيه للمريض بالوقت المحدد. ينسى الناس تناول حبوبهم في كثير من الأوقات، إنها مشكلة تؤدي إلى وفاة 125,000 شخص في الولايات المتحدة وحدها كل عام. لذا من أجل تذكر الأدوية قمنا بإنجاز شيء مختلف وهو بيلو. فعندما تستيقظ سوف يبحث عن وجهك ويقول لقد حان الوقت الآن لتناول حبوبك. Your home care companion. I can manage your medications. مهمة بيلو إبقاء المرضى على المسار الصحيح، سواء كان ذلك موعدا مع الأطباء أو الاتصال بأقاربهم، وكذلك التأكد من أن الأشخاص يتناولون أقراصهم في الوقت المحدد. ويستهدف بيلو معظم كبار السن الذين قد يحتاجون إلى تذكير بين الحين والآخر بمواعيد تناول الدواء. ويملك بيلو كاميرا تتعرف على الوجوه، وبالاستناد إلى برنامج خاص يتم تحديد الشخص وإعطاؤه الدواء المناسب والتذكير بمواعيد زيارة الطبيب. دانيا، فإذا شاهدنا يعني التقرير، عموما شو الأسباب اللي بتدفع المرضى لا ينسوا الدواء؟ يعني أكيد مو بس مزاج ولا ذاكرة ولا ألزايمر مثلا ولا ذاكرة خفيفة. هلا أول شيء لازم نعرف يا ديما أنه عدم الالتزام بالأدوية أو العلاجات الموصى بها من قبل الطبيب يكبت الهيئات المعنية الصحية مبالغ هائلة سنويا. ففي بريطانيا مثلا تتكبد الخدمة الوطنية الصحية أو ما يعرف بالـ NHS نص مليون جنيه استرليني سنويا بسبب عدم التزام المرضى بأخذ الدواء. لذلك دائما خصوصا في العالم المتقدم تسعى الهيئات المعنية الصحية بإيجاد برامج تلزم المريض وتساعده على الالتزام بالأدوية لخلينا نقول الحصول على النتيجة المرجوة من العلاج. أما أسباب مثل ما حكيت سألتي الأسباب اللي بتخلي المريض ما يأخذ الدواء أو ما يلتزم فيه، ربما أسباب عديدة مثل ما ذكرتي، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، عضوية، ربما في بعض الأحيان عدم ثقة المريض بتشخيص الطبيب أو تشخيص الصيدلي، وربما في بعض الأحيان بيكون في عدم وعي، يعني قلة الوعي بضرورة أخذ الدواء. هذا أيضا بيؤدي إلى عدم الالتزام. طيب قد يتساءل المشاهد وأنا يعني بتساءل أيضا، أنه سؤال من السؤال طبعا مو من الغلاظة، أنه شو الفرق بين هذا الجهاز والمنبه مثلا؟ المنبه فيه الواحد يضبطه ليذكره بأنه يأخذ دواء أو أي شيء تاني. هلا اول شيء علم الصيدله كثير حريص ب خلينا نقول عده اوجه او جهات تحيط او عده زوايا تحيط باخذ الدواء. فاولا يجب معرفه اسم الدواء قبل اخذه. اثنين يجب تحديد معرفه وقت اخذ الدواء، سواء صباح او ظهر او مساء، قبل الطعام او بعد الطعام. ثلاثة يجب معرفة الاسم العلمي للدواء، لأنه في بعض الأحيان يتم استبدال الدواء بدواء آخر بيفكر أنه المريض أنه تم استبداله هو لا، نفس المادة العلمية لكن الاسم التجاري بيتغير. أيضا يجب معرفة صلاحية الدواء، يجب الالتزام بالجرعة الموصى بها من قبل الطبيب، ما بيصير يزيد المريض من عنده الدوز أو ينقصه إلا بحال الطبيب وصف ذلك. أيضا يجب معرفة التداخلات الدوائية، إذا كان عم بياخذ كذا دواء ممكن في بعض الأدوية ما بتتناسب مع أغذية معينة، فرضا مع الحمضيات في أو مع القلويات أو ما إلى ذلك. فكل هذا يعني الجهاز خلينا نقول هو مو فقط عبارة عن منبه، هو عبارة عن أيضا يخزن الدواء، لأنه الدواء يجب أن يخزن بدرجة حرارة معينة، بدرجة رطوبة معينة. كل هذه الأمور أيضا تداخلات الجانبية للدواء يجب أنه يكون الطبيب على علم فيها، ممكن مرات يزود الجرعة ينقصها أو يتم الاستبدال. بعض المكملات الغذائية أيضا تفيد وتساعد للحصول على علاج ناجع أكثر، فإذا هي منا بس مشكلة ألارم أو جهاز منبه رن وفق، لا هي عبارة عن أكثر من هذا بكثير. يعني طب وليه لكبار السن تحديدا، علما أنه منعرف أنه ربما كبار السن يكون عندهم يعني محيط داعم أكثر من صغار السن أو شريحة الشباب،
فليه تحديدا كبار السن؟ هلا كبار السن كثير سؤالك حلو. طبعا لهم محيط داعم في مجتمعاتنا اكثر من المجتمعات الغربيه. المجتمعات الغربيه بيقعد كبير السن في غالب الاحيان لحاله مع شخص، مع انه الانطباع بالعكس. لا طبعا، بس نحن جو العائله والترابط الاسري اعلى بكثير بمجتمعاتنا. ولكن كبير السن اول شيء بيمرض اكثر من الفئه الشبابيه، وياخذ بحاجه لادويه اكثر، ولذلك هو بحاجه لرعايه صحيه اكثر من غيره. ايضا وجد انه كل شخص من بين 3 أشخاص من اللي عمرهم فوق 70 يعني ما بيصير في عندهم مشاكل في الذاكرة. أيضا في عندهم مشاكل في السمع، مشاكل في البصر، فهو ممكن ما بيشوف كتير الدواء اللي عم بياخده، ما بيسمع كتير. تخيلي لسه بكير علينا. وطبعا في كبير السن لازم ياخد لنقول جرعة الأنسولين بوقتها. يجب أن يزور طبيب الأسنان خلال كل 3-4 أشهر، طبيب المفاصل، العظام، فحص العيون ضروري جدا. كل هذه الفحوصات، الجهاز هذا بيذكر كبير السن بمواعيد أخذ الدواء وزيارة الطبيب وكل هذه الأمور التي قد تغفل على الكثير من كبار السن، حتى على الأشخاص اللي هن بيهتموا فيه. لازمني هذا الجهاز، لأنه ماما صار لها طلبة مني أخذ الموعد عن طبيب الأسنان شي شهرين وعم بنسى، فهذا الجهاز لإلي. طيب سؤال أخير دانيا، قدي بيفيد هذا الجهاز بالأدوية يلي سوء استخدامها بيسبب إدمان، وهي كثيرة طبعا؟ طبعا سؤال كتير وجيه، وهذه مشكلة بيعاني منها طبعا كل الفئات العمرية، خصوصا في عندك بعض، مو هي بس مخدرات، لا، هي كل الأدوية الموصى بها بوصفة طبية أو المقررة بوصفة طبية. في عندك بعض أنواع آلام الظهر ومسكنات الألم ومسكنات آلام الظهر ممكن تسبب الإدمان إذا الواحد أساء استخدامه. لذلك يجب الالتزام في هذه الجرعات، وهذا الجهاز يعني يجب أن يكون مفيد في هذا الشيء، لأنه بيحدد لك بالضبط، وما في مجال أنك أنت تكون نسيتي تاخذي هذا الدواء فتاخذي دوز إضافي أو لا. فهذا أكيد مفيد في هذه الأمور. نعم دانيا أرشيد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، دائما غنية وبتعلمنا كثير، ونلتقي الأسبوع المقبل. شكرا كثير. نختتم حلقتنا كالعادة والشباك السعيد برفقة بطريق جديد ينضم إلى مجموعة البطاريق في حديقة الحيوانات في بولندا. بطريق نادر من نوعه والوحيد في العالم، بطريق أبيض قد ولد خالي من أي نقطة سوداء في ديسمبر كانون الأول الماضي، وظل تحت الرعاية إلى حين خروجه للزوار الأسبوع الفائت. أترككم مع هذه اللقطات، ألتقي بكم غدا في 5 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.